أنا معايا للتعليق على الخبر ده السيد جاهد توز، الباحث والمحلل السياسي التركي. سيد جاهد، مساء الخير يا فندم. مساء الخير سيد جاهد. يعني هذه خطوة كانت مفاجأة ولا كانت متوقعة؟ أنا في الحقيقة شخصيا بالنسبة لي ليست هذه خطوة، ليست خطوة مفاجأة، وإنما هي خطوة المتوقعة بالنسبة لي، لأن عندما ننظر إلى ظروف الداخل وظروف خارجي كنا من المتوقعين أن تركيا بحاجة إلى انتخابات جديد، أو إن صح التعبير تركيا كانت بحاجة إلى دم جديد. ولذلك صناع القرار تركيا سواء كان حزب الحاكم وهو حزب عدالة والتنمية، وأحزاب معارضة كان أخذوا هذه الخطة، هذه المنظر بعين الاعتبار، واليوم اتخذوا هذا القرار. أنا أقول أن أحزاب كلها، لأن سواء كان حزب الشعب الجمهوري هو حزب معارضة، حزب حركة قومية وأحزاب أخرى أيضا كانوا يتحدثون عن انتخابات مبكرة، لأن الظروف داخلية وخارجية أيضا كان تؤدي تركيا إلى الذهاب إلى انتخابات جديدة. ولذلك في نفس الوقت الشعب التركي أيضا كان يريد ذلك، وحزب عدالة والتنمية أهم نقطة برأيي التي تميز حزب عدالة والتنمية إلى أحزاب أخرى برأيي، هي أن حزب عدالة والتنمية يأخذ بعين الاعتبار سواء كان متطلبات الشعب وأيضا متطلبات الأحزاب. وإذا نستطيع بقول كان هناك متطلبات للشعب ومتطلبات الأحزاب تتطبق، وهذا أتى بهذه النتيجة. وهذه الانتخابات بالتأكيد مهمة للغاية لحزب عدالة لتركيا. أنا أعتبرها هي ميلاد لتركيا أو مصيرية التركية للمستقبل، لأن تركيا تتحول من نظام حكم البرلماني إلى حكم رئاسي، وهذا تغيير كبير. وأيضا سوف بعد انتخابات نشهد التغيير الجذري فيما يتعلق ببعض المؤسسات الدولة، سيتم بعض المؤسسات، يتم إغلاق بعض المؤسسات، وسيتم ممكن تأسيس بعض المؤسسات من جديد. ولذلك سوف نتحدث عن تركيا جديد، وهذه تغييرات مهمة للغاية. وطبعا في انتخابات سنرى النتائج الانتخابات، وبعد ذلك سنستطيع أن نتحدث بشكل واضح عن طيب. عن تركيا الجديدة. سيد جاهد، يعني حضرتك ذكرت في كلامك دلوقتي أن تركيا بحاجة إلى دم جديد. يعني السؤال حوالين المصطلح اللي حضرتك قلته دم جديد، هل تقصد أن الشخصيات الموجودة على الساحة هي يعني هتيجي شخصيات مكانها جديدة؟ لا، قصدي ليس الشخصيات موجودة على الساحة، قصدي أن الانتخابات جديد ليس على مستوى الشخصيات، لأن خلال الآونة الأخيرة تركيا شهدت كثير من الأمور وأحداث سواء كان داخلي سواء كان خارجي. واليوم سيد رئيس الجمهورية التركية تطرق إلى هذه النقطة بقول أن الظروف داخلي وخارجي أجبرتنا أن نأخذ هذا القرار. ولذلك قصدي أن تركيا كانت بحاجة إلى برلمان جديد، إلى الانتخابات جديد، وحتى يعني يكون هناك بهذا المعنى، يعني أن الدم الجديد ليس فهمت وصل المعنى. لكن سيد جاهد، لك حضرتك لدي سؤال، هو هل الأحزاب المعارضة هي من أجبرت الحزب الحاكم على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مبكرا، أم أن الرغبة كانت لدى الجميع؟ يعني أنا لا أعتقد أن جاءت هذا قرار من خلال الطلب الأحزاب معارضة. طبعا الطلب أحزاب معارضة أيضا أمر مهم، تحديدا حزب حركة قومية
الآن يتحالف مع حزب عدالة والتنمية، وسوف سيذهب حزب عدالة والتنمية مع هذا الحزب إلى الانتخابات المقبلة. بالتأكيد يعني المتطلبات أحزاب معارضة مهمة، ولكن طبعا في النهاية حزب عدالة والتنمية أيضا هو حزب حاكم. إذا لا يكون هناك إرادة لدى حزب عدالة والتنمية فيما يتعلق بالذهاب إلى الانتخابات، فيستطيع أن يمنعها أن لا يؤخذ هذا القرار. ولكن كما قلت، الطلب حزب حاكم وهو حزب عدالة والتنمية وأحزاب معارضة وأيضا الشعب التركي، الطلب مشترك فيما يتعلق إلى أيوة. هو أنا لدي سؤال هنا سيد جاهد، يعني يعني إذا هو ليس لم تذهب تركيا لانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة بضغط من الحزب من الأحزاب المعارضة، تمام، لكن هنا السؤال، يعني ما الداعي إلى أن فجأة أحزاب المعارضة والحزب الحاكم يتفقوا على ضرورة إجراء الانتخابات في شهر 6؟ ما الداعي؟ يعني ما هو الحدث اللي حرك المسألة إلى هذه إلى درجة انتخابات مبكرة؟ في الحقيقة أستاذ الفاضل، يعني تركيا عاشت حدث كبير قبل سنة ونصف تقريبا، وهي محاولة انقلاب من قبل منظمة إرهابية دولة كيان موازية، وهذا في الحقيقة هذا حدث يعني بالتأكيد هناك تأثير على جميع المؤسسات وعلى جميع الشعب التركي وأيضا على الأحزاب، ولذلك هناك كثير من الأمور تتدخل من خلال هذه المحاولة إلى يومنا هذا، وكثير هناك علامات استفهامية لدى الشعوب، وهناك جو ليس واضح عند الشعوب وعند أحزاب، هناك كثير من الاتهامات على مستوى الشخصيات على مستوى الأحزاب وعلى مستوى مؤسسات، ولذلك عاشت الدولة بهذا الشكل صعب جدا. ولذلك عندما استخدمت كلمة مصطلح أو مصطلح حاجة إلى الدم الجديد، قصدي كان هكذا. ولذلك الحكومة أو حزب أحزاب أو الدولة بحاجة إلى ذهاب إلى انتخابات حتى أن يكون هناك الأمور كل واضحة لدى عند الشعوب عند الأحزاب وأيضا عند المؤسسات التركية. ولذلك هذه الأمور كلها عندما نجمع كثورة وننظرها، ليس طبعا في الحقيقة هذه الأحداث كلها ليس أحداث صعبة عفوا سهلا، وإنما أحداث صعبة جدا، وتجاوز هذه المشاكل وهذه الأمور أيضا صعبة، ولكن استطاع حزب عدالة والتنمية إدارة هذه المشاكل كلها إلى يومنا هذا. كما تعرفون الظروف الخارجية أيضا كان هناك تأتي بكثير من أو مناقشات، يعني اندلع كثير من المناقشات على صعيد السياسة الداخلية في تركيا، وتركيا قامت بعملية عسكرية بعد محاولة انقلاب يعني في ما يتعلق بشمال سوريا من خلال عملية عسكرية العنصرات وبعدين عملية عسكرية غصن الزيتون، وهذه الأمور كلها يعني سواء كان على مستوى الداخل وعلى مستوى خارجي تحتاج إلى دم جديد. الدولة يعني صناع القرار بحاجة إلى الذهاب إلى الانتخابات، وكما قلت هذه متطلبات كلها كمتطلبات مشتركة، وحزب عدالة والتنمية برأسها رئيس الجمهورية التركية رأى هذا وأخذ بعين الاعتبار وجاء هذا قرار اليوم. طيب سيد جاهد، يعني هل ستكون انتخابات البرلمانية أولا أم الرئاسية أولا؟ لا، انتخابات برلمانية ورئاسية سيكون مع بعض ومن بعض، يعني الشعب يوم 24 حزيران سيذهبون إلى صناديق اقتراع لأن ينتخبوا الرئيس الجمهورية وأيضا البرلمانيين في نفس الوقت، والانتخابات محلية طبعا السنة القادمة يوم 14 شهر 3 يتم إجراء انتخابات محلية. طيب هل هناك من بدأ أنه سوف يترشح في انتخابات؟ هل هناك شخصيات يعني هذه الانتخابات مهمة أكثر من السابق، لأنه كان في السابق الانتخابات البرلمانية لديكم مهمة جدا، لأن البرلمان هم من يشكلون الحكومة،
لكن الانتخابات الرئاسية الآن أصبحت أهم، يعني فيما أعرف يعني أصبحت أهم بكثير. هل هناك شخصيات تركية بدأ أنها سوف ترشح نفسها في الرئاسة؟ طبعا الآن كما قلت قبل قليل، تركيا تتحول إلى دولة جديدة، إلى نظام جديد، من نظام البرلماني إلى نظام رئاسي. وبالتأكيد هذا أمر مهم جدا لتركيا ولسياسة تركيا، ولذلك أنا استخدمت كلمة بعد هذا الانتخابات سوف نتحدث عن تركيا جديدة. فيما يتعلق بمرشحين، طبعا على صعيد حزب العدالة والتنمية بالتأكيد السيد رجب طيب أردوغان هو يكون مرشح لحزب العدالة والتنمية، وهذا انتخابات أيضا سوف ممكن من خلال تاريخ تركيا أول مرة سنتحدث عن تحالفات أحزابية على مستوى تركيا. يعني ممكن نقول أن تركيا سوف بالناحية السياسية سيتم الانقسام على قسمين، قسم مع حزب الشعب الجمهوري يعني من ضمن هذا القسم من اليساريين والعلمانيين والأحزاب الأخرى، ومن جانب آخر حزب عدالة والتنمية وحزب حركة قومية، يعني حزب محافظ أو ديمقراطيين أو أحزاب يميل إلى يمين، يعني في على بناحية سياسية، يعني مثل الولايات المتحدة الأمريكية كما هناك موجود ديمقراطيين وجمهوريين، ولتركيا في تركيا ممكن يكون محافظين ويساريين وكذا ممكن نسمها. وحزب عدالة والتنمية يعني مرشح سيكون سيد رجب طيب أردوغان في تحالف مع حزب حركة قومية، ممكن يتم انضمام أحزاب أخرى لهذين الحزبين. في بالناحية إلى حزب الشعب الجمهوري، إلى الآن لم يتم إعلان أي شخص أو لم يتم مناقشة على شخص معين، بالتأكيد هم سيأتون بمرشح. في حزب طبعا حزب السعادة أيضا هناك من يتحدث عن سيد عبد الله رئيس الجمهورية التركية السابق يكون مرشح لحزب عبد الله قول حزب السعادة. نعم هناك من يتحدث عنه أن يكون مرشح لحزب السعادة، طبعا هذا ليس متأكدا، فقط من ضمن مجرد ترشيحات التي يعني مجرد ترشيحات. نعم أنا شخصيا لا أتوقع أن يكون هناك أو سيد عبد الله بن يكون مرشح لحزب السعادة أو أي حزب من الأحزاب أخرى، لأن الوضع ليس مناسبا لأن يرشح سيد عبد الله جل نفسه كرئيس الجمهورية في تركيا عندما يكون السيد رجب طيب أردوغان مرشح لحزب عدالة والتنمية. لا أعتقد أن يأتي إلى مشهد السياسي سيد عبد الله جل، ولكن في بالتأكيد حزب الشعب الجمهوري سوف سيكون عندهم مرشح. طبعا هناك حزب جديد نحن نسمى حزب إي بارتي برئاسة سيدة ميرال أكشنر، هي اليوم صرحت قال لها تصريح قالت أن سأرشح نفسي، ممكن هي تكون طبعا مرشحة لهذا الحزب، فيكون هناك ممكن أشخاص أخرى، ولكن طيب الآن ليس لكن هناك طيب أي شخص مؤكد أن سيكون غير السيد عبد الله غير السيد رجب طيب أردوغان. طيب لكن لدي سؤال أخير سيد جاهد، يعني هل ستكون الانتخابات على يوم واحد فقط برلمانية ورئاسية يوم واحد؟ نعم انتخابات برلمانية ورئاسية في نفس اليوم وفي نفس الوقت أستاذ الكريم، يوم واحد يعني ليس على يومين. يوم واحد نعم، يوم 24 حزيران الشعب سينتخب البرلمانيين ورئيس الجمهورية. السيد جاهد توز باحث ومحلل سياسي تركي، بشكرك جدا يا فندم.